ما زالت حرب الإشاعات بتطارد النجم تامر حسني، فبعد أخبار عن دخوله فيلم سينمائي جديد مع دنيا سمير غانم، خرج تامر ينفي الخبر رسميا مع أن مصدر انتشار الخبر مجهول. والبعض بيتهم تامر أنه هو من أطلق الخبر، هو اللي خرج ينفيه لمجرد عمل بروباغندا عليه. اهتزت العاصمة اللبنانية بيروت بسبب خبر مفزع، هو سرقة واختفاء جثمان الفنانة صباح اللي توفت من شهور. الإشاعات نسبت السرقة لإحدى العصابات التابعة للمافيا، لكن عائلة الشحرورة نفت الخبر وأكدوا إنها إشاعة سخيفة، وياريت الناس تسيب الشحرورة وترقد في سلام دون تشويه. النجمة العالمية ماريا كاري بتعاني من الشعور بالحزن والوحدة نتلها عن جوزها نيك مؤخراً، وحسب ما أكد المقربين منها أنها بتعمل محاولات لإعادة المياه لمجاريها، وأنها بتحاول تنسى ألمها بالتسوق اللي كلفها في المرة الواحدة بس مبلغ 25,000 دولار. المطربة أحلام لسه في مشاجرات كبيرة مع راغب علامة حتى بعد ما ساب برنامج عرب آيدل. أحلام ردت على راغب لما قال أهلا وسهلا بأحلام لو كانت ضيفة في إكس فاكتور، وقالت أحلام أنا الآمرة النهائية في NBC، رحت راغب علامة لإكس فاكتور. التصريح ده طبعا قلب الدنيا من تاني بين النجمين. أثارت النجمة التركية سنجال أدن الشهيرة بنور الشك بإصابتها بمرض غريب بعد نشرها لصور ظهرت فيها شديدة النحافة بشكل أثار الشكوك، ورغم الانتشار الشائعات اللي بتأكد مرضها، لكن سنجال رفضت النفي أو التأكيد. رندا البحيري مصابة.